عشيري هذا معي في وقت الشدة عليا يسهل كل الهدايا. البنات هذا نهار تاني كيف ما شفتوا البارح معايا درت واحد الحفله صغيره على قد الحال الخويا، واليوم تفاجئنا بهذا الكاطو اللي جاه كادو نوريكم يا اختي ويا اختي ويا اختي. فرحانه انا. شوفوا البنات جا واحد الكادو خطير على شكل كاطو واعر 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 ديال لانيفيرسير مصوب واحد الاتقان، وش نقول لكم خطير روعه. مهم نحلو ونشاركو معكم وتشوفو الصراحة خطير وزوين. ومهم تنطقو ونقول لكم البنة، المهم بغيتكم تشوفو الشكل شي حاجة بروفيسيونيل البنات ويسهل الصراحة يسهل كل خير. المهم هذا جاه كادو وبغيت نشاركو معكم. سبحان الله العظيم انا كنت مفاجئة والاصدقاء ديالي حتى هما مفاجئينو. ايوا وهذا الشيء اللي كاين وهانتوما معنا انتما البنات. شوفوا الكاطو شي حاجه زعما خيال روعه. شوفوا زعما راه مصوبه من داكشي بصحته راحتو يستاهل كل خير. نطير معك ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا يا حبيب الروح. وانا وانا وملاك فلا
واعر اللي عطاه الصحة صراحة، برافو عليها والله. ما نقولش لكم كي داير صراحة وهدية غزالة هاد الهدية. والله. المهم غزالاتي البنات، محيحة غير بوحدي، كاسانشتا غير بوحدي، كيف ما كتعرفوا حنت والديا ما كيبانوش في اليوتيوب، الاخ ديالي حتى هو كونتر اليوتيوب اصلا، فهما جالسين وراء الكاميرا وانا جالسه كنصور لكم فيديو نشارك معكم هاد النهار الزوين الخيال صراحه. البنات الكاطو والله حتى واعر واعر واعر، نوريكم شوفوا من الداخل شوفوا مزيان، عرفتوا واعر مصوبه زعما الصراحه السيده بواحد الشكل زعما بروفيسيونيل. البنات شوفوا انا راه هما ما كياكلوش الشكلاط، انا ما نقولش لكم ما كاين غطحن، واعر البنات صراحه سرعاتو. خويا غيكمل، خويا غيكمل 25، وانا كيصحاب لي غيكمل 24، قلت لجنا كنتقابحوا قلت لك انت زير في 96 يلا غتكمل 24 ودابا غطلع في 25، قال لي لا راه غنكمل 25 وغنطلع في 26. ايوا صحابو جابولو لا جوه هذاك، شوفوا صراحه عجبني واعر صراحه، والمذاق ما نقولش لكم البنات صراحه زوين 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 زوين، واعر بزاف والله الله يعطيه الصحه. المهم البنات هذا هو الفيديو ديالنا، شكرا لكم ولهلا خطيكم عليا، ما تنساوش البنات بارطاجيو لاشين ديالي وتشاركوا اللي باقي ما شاركش البودكاست ديالي، ما تنساوش بارطاجيو لاشين ديالنا باش تكون عائله كنزا فلوغ ونوليو عائله كبيره بينا، وضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله. بزاف الناس كيقولوا لي ما بقيتيش كتحطيو هذا، كنقول لهم لا راه كنحطوا هذا، كيقول لي راه ما بقى كيبان لينا ما بقى كيبان لنا حتى شي فيديو هذا، كنقول لهم حيدوا زر الجرس وعاودوا فعلوه باش يبقى يوصلكم الجديد. المهم البنات شكرا لكم بزاف والله يخليكم. المهم غير نشطنا وفرحنا كيف ما قلت لكم، هذا جابوه هذا هذا جا كادو، هذا الكاطو هذا جا كادو لخويا من عند الاصدقاء ديالو، وقلت نشاركو معكم صراحه عجبني زوين وشاركته معكم ان شاء الله يعجبكم، وتهلاو لي فراسكم ونمتو في رعايه الله، باي باي. خلت ماما قالت لي بحال انت اللي عندك، قالت لي العيد ميلاد بحال ديالك شاد الحلوى وحدك وقاسه تغني ومحيحه، ولكن حيت قلت لهم ما كتبانوش اللهم بنانا وانتم بقاو خلف الكواليس. المهم البنات نقول لصحاب خويا شكرا، ونقول له هو عيد ميلاد سعيد بالصحه وطول العمر يا ربي، والله يدومها عليه فرحه ويدومها علينا كاملين فرحه، وحتى نتوما اللي كتشوفوا هذا الفيديو الله يفرحكم داكشي اللي كتمنوا في خاطركم، ونشوفكم دائما بصحه جيده يا ربي وسانك سانك، وتهلاو لي فراسكم بيزوات، باي باي. نلقى فيديو جديد ان شاء الله. يستاهل كل الهدايا اللي في الكون، افهمني حاسس بيا عرفني تعب فيا ولو ضفتي خاف عليك.